اجتماع اليوم في مدينة طرابلس بيكتسب بالفعل أهمية كبيرة، ويلي نحن ردنا من خلاله نؤكد على التزامنا الثابت والأكيد بأهلنا بطرابلس والشمال، كما نريد أن نوجه رسالة قوية إلى كافة المعنيين بأننا نحن لا نقبل أن تتحول هذه المنطقة العزيزة إلى صندوق بريد للصراعات الإقليمية. فتضرب الصراعات هذه عمال تضرب مصالحها بعرض الحائط، وما بنقبل هذا الشيء نحن ولا بشكل. ونحن ما جينا للتضامن، لأنه طرابلس منا وفينا، وهي لإلنا كمان، واللي بيصيبها بيصيبنا لإلنا بالصميم. نحن جينا لحتى دي عنا عزم وطموح لنبحث بمجالات التعاون بين كافة المناطق اللبنانية، وكيف فينا نتعاون نحن مع هالمنطقة العزيزة لحتى لي نقدر نساعد ونرجع اليوم هالبلد إلى مسار التنمية والتحديث وبقيادة المبادرات الجديدة اللي موجودة والخلاقة. نحن بالفعل باسمنا جميعاً منحيي غرفة تجارة وصناعة طرابلس ورئيسة الأستاذ توفيق دبوسي بالعمل يلي طبعا مع زملائه أعضاء مجلس الإدارة للعمل الدؤوب والإنجازات يلي حققها شاهدناها بأم العين الآن. ونحن سعداء بأنه يكون معنا زميل عم بيحقق إنجازات بمنطقة منا اليوم عم بيكون فيها صراعات وعم بتكون فيها خلافات ووضع أمني غير مستقر. زيارتنا هي فقط للتأكيد على رغبتنا بالتعاون مع المخلصين ولحث المسؤولين السياسيين على إنهاء خلافاتهم، وعلى نحن نأكد لهم أنه كل مناطق لبنان يد واحدة مع طرابلس، وبهمنا إنمائها وازدهارها. معالي الوزير، في ظل الأزمة السياسية بالبلد وعدم الإسراع بتشكيل الحكومة، شو مردودها السلبي على الاقتصاد الوطني؟ طبعا أنا بعتقد يعني الهيئات الاقتصادية من يوم ما تكلف الرئيس تمام سلام بتشكيل الحكومة والهيئات عم بتطالب بتأليف الحكومة بأسرع وقت. بيانات متعددة نحن أطلقناها صرخات وراء بعضها. فإذا اليوم أكيد أنه تأخير بتشكيل الحكومة وعدم تشكيل الحكومة عم ينعكس يعني بشكل سيء جدا على الاقتصاد وعلى البلد وعلى أهله. اليوم عدم تشكيل حكومة هيدا بيعطي فكرة رسالة غير مطمئنة، إذا ما بدي أقول أكثر من هيك، غير مطمئنة إلى المستثمرين والزائرين والسائحين. والوضع الأمني اليوم يعني مفروض يكون أفضل من 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 ما هو عليه. ووقف اليوم الخطف وغيره كله هيدا نتأمل نحن بتشكيل حكومة جامعة تجمع الجميع وبتقدر يعني بتضبط الوضع، وساعتها بتعطي رسالة للخارج للأخوة العرب خصوصا. نحن اليوم يعني إخواننا العرب بهمنا كتير يكون عندهم اطمئنان بالمجيء إلى لبنان والاستثمار فيه. فإذا هيدا شيء أساسي، ما في بلد بيبقى بدون حكومة. فاليوم حكومة تصريف الأعمال عم تقوم بواجباتها، ولكن مفروض يكون عنا حكومة تقوم هلا تحكم وتوضع يعني تمكن الوضع الأمني وبالوقت ذاته
ينطي البلد بخطى نحو وضع أفضل مما نحن عليه. رئيس بس بكلمة سريعة، كيف بتقيم الوضع الاقتصادي بالبلد بالوقت الراهن؟ أنا بعتقد يعني هذا وضع صعب جدا، ما مر علينا مثله بالسابق، إن كان على الصعيد التجاري ولا على الصعيد السياحي ولا على اليوم. وضع كتير كتير دقيق، والأسواق يعني ما عم بتعاني من كساد ومن عدم وجود يد غريبة معنا، فكل هيدي عم تنعكس سلبا معروفة. وبعتقد ما رح نطلب من الأخوان الموجودين معنا ويلي كلهم عم بيعانوا من هالوضع وقطاعاتهم كلها عمالة بتدفع ثمن، ما رح نطلب منهم هلا يشرحوا لكم. هذا شيء واضح، كيف معقول بلد يعني يستمر بالعمل بظل عدم تشكيل حكومة فاعلة؟ أبو ياسر بس كلمة بهالزيارة فخور جدا بزيارة معالي الرئيس عدنان قصار رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية وزملائنا أعضاء مجلس الهيئات الاقتصادية، وبصراحة نحن بنعتبر هالزيارة هيدي ما بس دعم معنوي ببدايتها دعم معنوي، ولكن يلي سمعناه ويلي بنعرفه عن هالقيادات الاقتصادية من وطنيتها ومن إيمانها باقتصاد بلادها ومن إيمانها بكل المناطق اللبنانية، وأنه هالزيارة هي وهالاجتماع اللي عم بيصير اليوم بغرفة تجارة طرابلس والشمال هو معبر عن إيمان هالهيئة الاقتصادية اللي برئاسة معالي الرئيس قصار، إيمانها بوطنها وإيمانها باقتصادها وإيمانها بعدم تفريط بمتر واحد من أرض لبنان وبإنسان واحد من اللبنانيين. دائما حنكون مع بعض، دائما حنكون تحت هالمظلة الاقتصادية يلي عندها حكمة وعندها جرأة وعندها صدق وعندها مصداقية على المستوى اللبناني وعلى المستوى العربي وعلى المستوى الدولي. أنا فخور أنه أكون واحد من الهيئات الاقتصادية يلي اليوم مجتمعين برئاسة معالي الرئيس قصار، وإن شاء الله دايما حنكون مع بعض، وهيدي حنعتبرها نحن مش زيارة عادية، هيدي حنعتبرها خطوة أولى بنقل مدينة طرابلس إلى بر الأمان اقتصاديا وإلى بر الأمان أمنيا، عبر رسالة إلى كل القيادات السياسية من الهيئات الاقتصادية برئاسة معالي الرئيس عدنان قصار. شكرا. شكرا.